الوزير يعني تقارير أجنبية كثيرة تتحدث عن تكهنات بتقارب عربي إسرائيلي وتقارب سعودي إسرائيلي أيضا، ودللوا على ذلك بحوار ربما غير مسبوق لرئيس الجيش الإسرائيلي في موقع إيلاف. ويعني هل هناك بالفعل حوار ما بين السعودية وتل أبيب أو رياض وتل أبيب؟ لا توجد علاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. في المبادرة السلام العربية والذي تشكل خارطة الطريق من أجل الوصول إلى السلام وإلى إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية، والمملكة العربية السعودية ملتزمة بمبادرة السلام العربية. فوقت ما يكون هناك سلام يكون هناك علاقات طبيعية بين إسرائيل وكل الدول العربية. هذا ما نصت عليه مبادرة السلام العربية، وهذا ما أقرته كل الدول العربية منذ قمة بيروت في 2002 إلى قمة عمان في بداية هذا العام. هل هناك اتجاه لتخفيف الشروط العربية في مبادرة السلام وربما اتفاق مع أمريكا بشأن ذلك؟ هناك تقارير كثيرة تتحدث أن الدول العربية مستعدة لتخفيف الشروط العربية الواردة في مبادرة السلام. الشروط العربية واضحة، دولتين، الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والأمور الأخرى ممكن يتم التفاهم حواليها بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، وموقف الدول العربية كان دائما داعم للأشقاء الفلسطينيين، وهذا ما زال الموقف العربي.